قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، قال إن حصيلة قتل ضربات الإسرائيلية على لبنان منذ أمس بلغت ما يقرب من 558 شخصا، منهم 50 طفلا و94 امرأة. أضاف الوزير أن العدوان الإسرائيلي أسفر كذلك عن 1835 جريحا، هذا وتحولت مدارس في بيروت ومدينة صيدا إلى ملاجئ للنازحين من جراء العدوان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، واضطرت العديد من العائلات لقضاء الليل في سياراتهم أو في الحدائق أو على طول شاطئ البحر.